لليوم الثاني على بدء العام الدراسي الجديد، لا زال طلبة مدرسة جب الذيبة يتلقون تعليمهم تحت أشعة الشمس الحارقة وفي هذه الخيمة تحديدا، ومع ذلك فهم مصرون على استكمال تعليمهم رغم الاحتلال وإجراءاته التعسفية بحقهم. كنت مبسوط عشان كنا في عطلة كبيرة وكنا نجي على المدرسة لقيناها مهدومة. جينا على المدرسة ولقيناها مهدومة، بس إذا كان الدنيا شمس في الشمس حتى نقرأ في كل مكان لأننا نقرأ في المدرسة. لو هدموا المدرسة راح أظني أدرس، راح أصير دكتور. أنا نجي قلقان يهدوها وكل يوم ويضربوا قنابل غاز، أنا بدي أدرس فيها. وصادر جيش الاحتلال البيوت المتنقلة التي كانت تعتبر مدرستهم قبل يوم واحد من بدء العام الدراسي، ليقضي الطلبة يومهم الأول والثاني تحت الشمس، وهو الأمر الذي دفع بهيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى نصب خيمة تأوي المعلمين والطلبة في هذه القرية الواقعة في الريف الشرقي لمدينة بيت لحم. نحن لدينا الإصرار الكافي على ممارسة حقنا في الحياة وحقنا في التعليم وحقنا في التحرر والاستقلال وحقنا في البقاء على هذه الأرض. سنمارس المقاومة حتى ينتهي الاحتلال إن شاء الله ويسكت ويتعلم أبنائنا ويعيشوا حياتهم على أرضهم. بأن مهما فعل الاحتلال سنعيد بناء هذه المدرسة وسنعيد بناء المنازل والمناطق التي يتم تدميرها من الاحتلال، وسوف نصمد على هذه الأرض حتى يزول هذا الاحتلال الغاشم. وكانت قوات كبيرة من قوات الاحتلال ترافقها شاحنات ورافعات اقتحمت قرية جب الذيبة قبل يومين، وصادرت البيوت المتنقلة بحجة عدم الترخيص، الأمر الذي اعتبره المسؤولون والأهالي جزءا من مخططات الاحتلال الرامية إلى حرمان الطلاب من الوصول إلى مدارسهم والتأثير على سير العملية التعليمية. الحين القرية تفتقر للمياه، تفتقر للكهرباء، تفتقر للمدارس، تفتقر لكل إمكانيات الحياة. امبارح كانت القرية عبارة عن مقبرة ولا فيها أي نوع من أنواع الحياة، يعني صار حالة نفسية عند الطلاب والأهالي، يعني تعبت الناس نفسيا زيادة عن اللزوم. ناشد العالم يعني إنه يقف مع الشعب المصري وخاصة المدارس والمكان التعليم والصحة، إن شعب حقنا إن نتعلم ونتعالج والحرياتنا. هدفها التنقيص على المواطنين، لكن نحن لا نسلم الأمر الواقع. سنستمر بالبناء وسنستمر بالتدريس في هذه المنطقة رغم عن الاحتلال. حطينا خيمة وأصرينا إنه نداوم ونفتتحها، وزعنا القرطاسية والحقائب على الطلاب. رح أستمر في تدريس الطلاب بغض النظر عن الظروف الموجودة أو اللي بتحيط فينا أو في خيمة في براكس. في رسالتي رح أوصلها بكل صدر رحب وبكل بغض النظر عن الظروف. وسنبقى على مدار الساعة متواجدين في هذه المنطقة ونقدم الخدمة التعليمية لأبنائنا وبناتنا رغم صعوبة الظرف الذي بهذه الطريقة لا يمكن توصيل رسالة علمية تعليمية بالوجه الأكمل لهؤلاء الأطفال. وحاول الطلبة أن يرسلوا رسالتهم للعالم من خلال هذه الرسوم الصغيرة التي عكست أحلامهم وتطلعاتهم بالحرية والكرامة والحق في التعليم. ساري جرادات، تلفزيون وطن.